ما هو لأنه إحنا أعظم شعب وإحنا أعظم دولة، وإنه المسألة مش متعلقة بوفرة الإمكانات المادية، وإنما هي متعلقة بالقدرة على التفكير الذكي البناء المختلف. مصر زي ما قلت لك أول الحلقة، ربنا ادالها ال 24 إيراد في عيالها هنا، ال 24 إيراد هنا. فإحنا طول الوقت بنبني أهرامات، يعني أوعى تفتكر إن إحنا الأهرامات بتاعت زمان دي بس اللي بنيناها. حفر قناة السويس بإيدينا المصريين زي ما قلت لك أهرامات، قناة السويس الجديدة أهرامات، 24 مدينة أهرامات، وحواديت. مش عاوز أطول، أنا عايز أقول لك إنه في 9 سنين على سبيل المثال، مع إن أنا في رأيي تاريخ المصريين لم يتوقف عن الإنجاز، هم 9 سنين تنمية، مشروعات، إنجاز بفلوس وإيدين المصريين. خد بالك، بعقول المصريين. ازاي نقدر نتكلم عن انه في 9 سنين دول بكل ما اتعمل بكل ما تم انجازه مصر كلها تبقى شايفة ده، وبالتالي تاخد بعضها وتنزل تنتخب وتقول رأيها، وكل واحد حقه يقول رأيه زي ما هو عايز. الرئيس نفسه قال لك ادي صوتك للي انت عايزه وربنا يولي من يصلح. خلوني ارحب وبشده بالدكتور سمير صبري رئيس لجنه الاستثمار بالحوار الوطني. منورنا. منور. ازاي الصحه؟ شكرا. وايضا سياده النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. وايضا احنا النهارده في المجلس اعلن ان انت رئيس الهيئه البرلمانيه للتنسيقيه. لحزب المؤتمر. لحزب المؤتمر، انا اسف. فنورتنا مقلد ومبروك النهارده. الله يبارك في حضرتك. يمكن عايز أبدأ الأول، هنبدأ بدكتور سمير على مسألة، هل المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي مسألة فارقة إلى هذا الحد لدرجة أن الرئيس يشدد عليها في أكثر من موضع في كلمته امبارح؟ طبعا، يعني قولا واحدا، المشاركة والمشاركة الفاعلة وعدد المشاركين في العملية الانتخابية ده له مردود ضخم جدا على وضع مصر على الخريطة الدولية، نظرة العالم كله لينا، احنا بنشارك ازاي في حقنا، وبنفعل الحقوق الدستورية للمواطن المصري انه ينزل لصندوق الاقتراع ويقول رأيه وبكل حرية، ما عندوش اي مشكلة يدي رأيه فين بس يشارك، لان ده له انطباعات كثيرة جدا حتى في مجال الاستثمار. المستثمر الاجنبي النهاردة بيترقب جدا نزول المصريين وبكثافة على صناديق الاقتراع، ده معناه ان هذه الدولة ماشية في الطريق الصح، عندها رؤية، شعبها واعي، فالمستثمر مش هيروح عند شعب ما عندوش وعي أو مش فاهم يعني إيه بناء دولة. ويمكن حكاية وطن كانت أنا بعتبرها بداية، لأن أنت بتكلم كل المواطنين بلغة مبسطة جدا، بتوضح بأرقام، بتوصل لمستويات أن كل مواطن في الشارع يقدر يفهم الوزارة دي اشتغلت على أي ملفات، الوزارة دي حققت ايه ولسه منتظر لها ايه. فكل ده مردوده المشاركة، والرئيس اكد على ده، واحنا دايما بنقول حتى للمستثمرين الاجانب ان شاء الله هتشوفوا الشعب المصري، الشعب العظيم اللي وقت ما بيحس ان مصر محتاجاه بيكون موجود. وامبارح المشاركة الشعبية لتأييد الرئيس دي اول انطباع واول دليل. احنا لما شفنا الحجم والمشاركة من كل طوائف الشعب المصري في ان هم بيقولوا للرئيس كمل احنا معاك، الناس دي واعية، الشعب ده فاهم كويس قوي، وكل ما يحاك بينا واللي بيحصل لا، احنا عندنا لسه قيادة واعية وشعب واعي وشعب محترم، وبإذن الله هنشوف ده في الانتخابات بإذن الله. هنا هرجع لأحمد، وهي مسألة انه انا عندي تعددية حزبية فعلا، وعندي حوار وطني ساهم أيما إسهام في إطلاق الآراء على اختلاف ألوانها وأشكالها وأنواعها وأيديولوجياتها، ومن أقصى المعارضة إلى أقصى التأييد، والحقيقة كان مشهد عظيم وسوف يستكمل كمان يمكن بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. هل هذا المشهد، مشهد الانتخابات، مشهد أنه نقول للناس انزل علشان تقدر تكمل خارطة الطريق لجمهورية جديدة، هل هذا هو فعلا مشهد فارق السياسة يا أحمد مش بس الإنجاز؟ طيب احنا كنا فين وبقينا فين؟ ماشي تمام. في ناس طول الوقت بتقول ان آفة حياتنا النسيان، انا براهن على وعي الشعب المصري حلو، وان ذاكرتهم
خلال التسع سنوات اللي فاتوا لا يشوبها النسيان. احنا كان عندنا أزمة ضخمة جدا، جماعات إرهابية حكمت البلد، هددت الناس، خرج الناس في الشوارع، رئيس كان وزير الدفاع وقتها في وضع دستوري محصن، شال رقبته على دراعه وقال أنا هنحاز انحياز كلي للناس. واجهنا مخاطر كتيرة جدا، إرهاب بكل أشكاله، مسيرة بدأت وقتها، مواجهة انهيار اقتصادي. رأس المال دكتور سمير كمان يفيدنا في الموضوع ده، كان مش جبان، كان جبان قوي، وخرج العديد، تخرج رأس المال من العديد من القطاعات الحيوية. دخلت الدولة بمسيرة أنا بسميها مسيرة الأمن والتنمية، كانت إيد بتبني بشكل حقيقي بجهد بعرق في كل القطاعات اللي ممكن يكون شفناها في الاستعراض على مدار 3 أيام، وكان في إيد تانية بتحمي المصريين بسلاح وبتضحي بأبنائها، آلاف الشهداء من خيط شباب هذا الوطن. صحيح. دمهم سال على الأرض علشان مفيش حد يقول لهم لا نحكمكم لا نموتكم. بدأت المسيرة في التوقيت ده، تم إنقاذ عدد من القطاعات الاقتصادية، تم إنقاذ الدولة من حكم الجماعات الإرهابية والرجعية، وصلنا للتوقيت الحالي. كان عندنا أزمات، وفي أزمات بنتخطاها في الوقت الحالي. كان عندنا أزمات ضخمة، الكهرباء ما كانتش شغالة لا في بيوت ولا في مصانع، ولا في بنزين في المحطات. تمام. ولا في بنزين في المحطات. أكبر عملية لوجستية كنا بنتكلم عنها، تمام، اتنقلت محطة من ألمانيا ودخلت بني سويف. قطاعات كهرباء، قطاعات كذا، قطاعات كذا، شفناها على مدار 3 أيام، مش هقدر اختزلهم في 5 دقايق. ماشي. الناس تراجعهم. وصلنا للنقطة دي، واجهتنا تحديات في ظل اقتصاد كان بيواجه مشاكل، في ظل دولة بتتم تهديدها في أمنها، ما كانش يعني في خيال أفضل حد اللي احنا نقدر نتخطاه. أزمة كورونا العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة، وبعد كده الروس بدأوا يضربوا في الأوكران، تمام، وإحنا السلعة الاستراتيجية الأولى بالنسبة لنا القمح. طبعاً. تمام. والزيوت بنستوردهم من الروس والأوكران اللي هم قرروا يضربوا ببعض، تمام، ومع ذلك إحنا قادرين نوفي احتياجات الدولة في القمح وفي الزيوت وفي غير. النهاردة وإحنا واقفين عند النقطة دي بنقول إحنا كنا فين وبقينا فين. في تحديات اقتصادية، في تحديات اقتصادية، في ظروف صعبة، في ظروف صعبة داخليا وعالميا، لكن احنا قادرين نصمد. المسيرة دي ما كانتش هتصمد بهذا الشكل الا لو كان في شخص عنده القدرة على مواجهة التحديات دي بكل الإصرار والعزم ده وبكل الوعي ده. في تقديري ده كان متمثل في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو بيشوف إمكانية الصح ويعملها ايا ما تكون العواقب وايا ما تكون النتائج، وهو ممكن يكون سيادته اشار ليها في اكتر من مؤتمر، الناس بتكلمه في شعبيته ويقول لا الصح يتعمل. الصح اللي اتعمل في توقيتات معينه ده هو اللي انقذ الدوله الوطنيه المصريه في التوقيت الحالي. طبعا. الرؤيه في مساله التوسع في تخزين الغلال، تمام، وعمل هذا الامر، ده اللي انقذ فكره مخزون مصر من السلع الاستراتيجيه. انا افتكر وقتها الاخوان طلعوا قالوا هم بيعملوا صوامع ليه؟ ليه؟ يعني ايه بعمل صوامع؟ يعني مثلا بالظبط كده، هو انت ليه بتشتري اكل وتحطه في الثلاجه؟ عشان اكل حبيبي والله. بالظبط. طب استاذنك يا احمد، انا هنا عايز ارجع لدكتور سمير صبري في مساله الاستثمار. زي ما انت كنت لسه بتتكلم، في تحديات في الاستثمار. في تحديات في الاستثمار. ابرز تحديات الاستثمار عندنا يا دكتور؟ قولا واحدا، البيروقراطيه. مازال مصر من الدول اللي ممكن تكون مش جاذبه للاستثمار. بس شوية معلومات كده وحقائق، احنا الاول افريقيا في استقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة. حلو. على مدار اخر 3 سنوات بنستقبل صافي استثمارات اجنبية 10 مليار دولار سنويا. رقم 2، عندنا بنية تحتية تم انشائها في اخر 9 سنوات تستطيع ان تستقبل اضعاف هذا الرقم، ويمكن نقدر نوصل ل 100 مليار دولار، والرقم ده اول مرة حد يقوله في الاعلام بالورقة والقلم. 100 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر يدخل البلد دي في قطاعات كبيرة جدا، الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، لأن دي استثمارات ضخمة. المشروع الواحد بيتعدى 20 مليار دولار. في شركات جت ومضت
في مؤتمر الكوب 27. إذن مصر لو زمان مقارنة زي ما علي النائب بيقول ما كانش تقدر تستقبل، أنت كان أخرك من بنى تحتية، من مواني، من أرض مجهزة للصناعة، من أراضي مستصلحة للزراعة، مش هتقدر تستقبل استثمار. هي الكحكة صغيرة، الاقتصاد بتاعنا كان صغير ومتواضع وماشي بنوفر لشعبنا بعض السلع مدعومة وماشيين على سياسة الانكماش الاقتصادي. جالك فيجن ورؤية من وجهة نظر المستثمرين في العالم، دي دولة بتطلع لقدام، عايزة تكون دولة عظمى، دولة صناعية، دولة لوجستية، مكان للتجارة العالمية، كل ده اتعمل. إذن مشكلتنا تاني لسه عندنا بيروقراطية. سيادة الرئيس بنفسه أشار لده في أكتر من مؤتمر إنه التعامل الفترة اللي جاية هيكون كله بالرقمنة والتحول الرقمي، لأن إحنا مهما قلنا تدريب وتأهيل الموظف العام، مساعدته، مساندته، كل ده جربناه. ومن هنا فكرة وعبقرية العاصمة الإدارية. الناس كلها بتتكلم عن العاصمة ومش فاهمة اللي ورا فكرة حكومة جديدة في منشآت جديدة تليق ب 2023 ولحد 10 و20 سنة. العاصمة الإدارية دي أنا بشوفها أنها فلسفة لعمل بالزبط. الدولة، الدولة عايزة تشتغل إزاي، هو ده، ده شكل الدولة الجديدة، شكل الجمهورية الجديدة. ما ينفعش يبقى عندي وزارات موجودة في تكدس وزحمة في وسط البلد، ما ينفعش يبقى عندي وزارة ما بنيها حتى قديمة، مهما عملت عليها مصروف إنك تحدثها تقول لي هعمل واصرف، لا، أنا رحت انتقلت إلى أماكن طليق، وضع يليق بشكل جمهورية ودولة كبيرة قوي، وده هيخلي المستثمر الأجنبي حتى المحلي لما يروح يتردد على المصلحة والوزارة لتلقي خدمة شايف الشكل الجديد اللي بيديله الروح الجديدة. فإذن احنا ماشيين والدولة بذلت مجهود كبير في هذا المربك الاقتصادي وهو البيروقراطية. رقم اتنين، احنا برضو مازالت الترويج. احنا وانا شفت يمكن حكاية وطن، احنا اللي بنتكلم والارقام وبنقعد نقرأ كل التقارير العالمية وعندنا استثمارات في مصر وبره مصر وبنقارن. لا، ده اللي اتعمل في مصر مهما كنا نتخيل ونقرأ التقارير ده حجم انجاز غير مسبوق، ده مفاجئ لينا احنا كمصريين. كل امال الناس بره هتشوفه ازاي؟ والله اتمنى على الاعلام اللي حصل ده يتحول دوكيومنتري وباكتر من لغه، ولو هندفع فلوس ويتم اذاعته في قنوات للدول اللي احنا بنستهدفها لجذب وليها اكتر من طريقه يعني. طب انا هستاذنكم هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل، هنرجع مره تانية لسياده النائب احمد مقلد علشان طب هو مشهد سياسي او مشهد انتخابي ثري يشجع الاستثمار؟ نروح للفصل ونرجع نكمل الكلام. طيب خلينا نجدد الترحيب بدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، وسيادة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقيات شباب الأحزاب والسياسيين ومثل الهيئة البرلمانية عن حزب المؤتمر، منورين. أنا قلت هرجع لأحمد، مسألة مشهد انتخابي ثري، مشهد انتخابي الناس نازلة بالفعل بتنتخب تختار بقى اللي هي عايزاه، دي حريتها الشخصية، هل ده ليه علاقة بنظرة المجتمع الدولي للاستثمار في مصر؟ طيب هاخد من كلام الدكتور سمير في موضوع البنية التحتية ماشي، وبعد كده هنوصل للنقطة دي. الناس شافت ان البنية التحتية دي مجرد كباي ومجرد طرق ومجرد مدن، تمام، وكان البعض بيهاجمنا يقول لك هو في ترتيب اولويات وايه الاولى من ايه. بس برضو نرجع ل 2014 كان عندنا الناس مش واخده بالها في 2 مليون بني ادم مصري كانوا بيشتغلوا في قطاعات متعدده جم من ليبيا، في قطاعات اقتصاديه بالكامل القطاع الخاص تخرج منها، في عدد من القطاعات كلها كان فيها عمليه انهيارات. الاقتصاد بيقول انك الدوله تتدخل في عدد من الانشطه ذات العماله الكثيفه علشان تحرك السوق وتخلق فرص عمل مباشر وفرص عمل غير مباشر ننزل للناس. الدولة قررت تعمل بنية تحتية علشان قدام الجماعة بتوع الاستثمار يقولوا احنا عندنا فرص استثمارية، مفيش مستثمر هيجي لك وانت ما عندكش طرق ولا عندك كهرباء ولا عندك بنية تحتية يشتغل فيها. عايز مواد خام او عايز قدرة على توصيل المواد الخام وقدرة على توصيل المنتج ومواني برية او بحرية او جوية لنقل هذا المنتج للعالم. وانت تضاف لك ثلاث مواني اخرى بالاضافة للتوسع في كل المواني دي، واشتغلت على البنية التحتية واشتغلت على محطات الكهرباء علشان الجماعة بتوع الاستثمار يعرفوا يكلموا مع المستثمرين يجوا يستثمروا في الدولة المصرية.
في نفس التوقيت خدت ال 2 مليون شخص ده دول وملايين المصريين الاخرين شغلتهم في مشروعات فقدروا يبقى عندهم مصدر للدخل. في نفس التوقيت الناس دول لما اشتغلوا بقى في محل بقلب بيشتغل، في محل كذا بيشتغل، في محل كذا، دي فرص العمل غير المباشر، مصنع لبن، مصنع جبنه، مصنع مش عارف ايه. فبالتالي انت ضربت كل نفس التوقيت كانت اراضي في الصحراء ملهاش قيمه سوقيه ارتفعت قيمتها السوقيه، انت كسبت من كل الاتجاهات. فما كانتش مجرد مشروعات بنيه تحتيه ولا مجرد شكل الدوله فقط، لكن انت حطيت حل لاكثر من مشكله في مساله البنيه التحتيه والاستثمار في البنيه التحتيه. نيجي نكمل النقطه دي وقدرت تخفض نسب البطاله بشكل او باخر من 13 ل 7.5. من 13 ل 7.5 ده حصل ازاي؟ بتدخل الدوله بالشكل ده. النهارده وانت عملت هذه النقطه وداخل على انتخابات رئاسيه، دي اهم انتخابات للدوله الوطنيه المصريه. ليه؟ لانها النظام الدستوري المصري قايم مع اللي هو نظام رئاسي شبه برلماني. اقرب من نموذج لينا للجماعه الفرنسويه. فبالتبعيه اهم مصدر للسلطات في الدوله الوطنيه بتتركز لديه مساحه ضخمه من السلطات هو السيد رئيس الجمهوريه، وعنده سلطات مشتركه مع كافه مؤسسات الدوله الوطنيه المصريه، لان الدستور بيقول ايه؟ رئيس الجمهوريه، رئيس الدوله، رئيس السلطه التنفيذيه. الناس بتقف عند رئيس السلطه التنفيذيه بتنسى رئيس الدوله، دي ما اتحطتش سجن. دي ليها فكره رئاسه المؤسسات والسلطات المشتركه مع المؤسسات اللي بعد كده بينظمها القانون. فتيجي النهارده في هذا المشهد مهم جدا المصريين يحافظوا على نظامهم السياسي، الحفاظ على النظام السياسي بالمشاركه الفعاله في تلك الاستحقاق الدستوري علشان توصل وتوصل رساله للعالم احنا عندنا شعب بيقرر مصيره من خلال انتخابات حره ومباشره، تمام؟ اتحط لها كل الضمانات من اول قاضي على كل صندوق لغايه ستاره لغايه اشراف قضائي لغايه لجان قضائيه بالكامل بتنظر في الطعون والتظلمات في محكمه مجتمع مدني محليه وعربيه ودوليه. انت حاطط كل الضمانات اللي موجوده في الكتاب وبره الكتاب، تمام؟ ولما تيجي تبص وتشوف النظم الانتخابيه انت حاطط كل الضمانات. طيب هنا يجي الدور بتاع الشعب المصري، انا ليه اشارك؟ تشارك لان استقرار الدوله المصريه عشان تجذب الاستثمار لازم يكون عندك شكل نظام سياسي مستقر. النظام السياسي المستقر بيكون قايم على فكره المشاركه الشعبيه في اختيار رئيس الجمهوريه. علشان تختار رئيس الجمهوريه انزل وشارك وشوف وجهه نظرك ورؤيتك ودقق. حلو، ده هنا هياخدني واروح على دكتور سمير صبري. اختار، شارك، دقق، قيم، فكر، واختيارك ملكك انت جوه مع الصندوق، احنا ما نعرفش انت بتعمل ايه، والدنيا ما بقاش فيها حاجه بتستخبى. هل الاستثمار ينجذب ولا يهرب من دوله غير مستقره سياسيا او دوله غير امنه او دوله تفتقد لمعايير الامن القومي او معايير قوتها الشامله او دوله لا توجد بها حريه سياسيه لاجل الانتخاب والاقتراع والاستفتاء؟ الاستثمار ينجذب الى اي من هذه النماذج؟ الاستثمار بطبيعته بيكون جبان ورأس المال دائما بيبحث عن الربح العالي والمخاطرة الأقل طبعا. فلما بيدور في كل دول العالم المخاطرة الأكتر تجيب فلوس أكتر، ما هو ده في الكتب بس هو دايما عايز ياخد أفضل حاجة يقلل المخاطرة حلو ويعلي ربحيته. هنا دي أفضل أنواع الاستثمار، ماشي. إنما أعلي المخاطرة هاي ريسك هاي بروفيت دي مدرسه قديمه. اوكي، النهارده خلاص مع التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لو انت حتى بصيت حواليك هتلاقي بعض الاستثمارات كناش نسمع عنها من 20 سنه النهارده هي الاعلى ربحيه. اكبر 10 شركات في العالم هتلاقيهم اقل مخاطره، حد بيشتغل من كنترول سنتر وقاعد بيعمل داتابيز ويعمل بلوك تشين ويبقى اسمه امازون، صح؟ حد قاعد بيعمل فيسبوك، واحد بيعمل جيم، واحد بيعمل جيم، ايه المخاطره؟ هو درس سيكولوجيه الناس اللي هيبيع لها، حدد التارجت اودينس بتوعه، التارجت كاستمرز او المستهدف يعني الزبون بتاعه وانتج المنتج وباعه حقق اعلى ارباح. ما بقاش بقى زي زمان ان ندخل دول مشتعله وصراعات وابدا ابحث عن ثروات والمخاطره العاليه. فاذا اللي انا بقوله ده معناه ايه؟
ان الدول والمستثمرين ورؤوس الاموال في العالم بتبحث عن الاستقرار رقم واحد. حلو. اول شيء يقول لك الدوله دي مستقره والكام سنه قدام، مش مجرد انه بيبص لها شهور او سنوات، لا هو بيبص لحد استرداد راس ماله وتحقيق فوائد. مصر بعد 2011، ودي نقطه فاصله في تاريخ مصر، كل الكتب والدوريات اللي نزلت في العالم كانت بتقول مصر في طريق العودة. أشار دولة رئيس الوزراء إلى كتاب صدر في أمريكا وعجبتني جدا جدا وكانت عبقرية منه، ده كتاب مشهور والكتاب اتنين من أعظم الكتاب، كيف تفشل الأمم، وكان في المقدمة فعلا بيتكلم عن مصر في الوقت ده في 2012، بيقول إن دولة فاشلة، الاستثمار الأجنبي كله كان هرب، مستثمرين المصريين حتى كانوا بدأوا يخافوا. انت لما رجعت في 2014 كان كل المستثمرين بيقولوا 10 سنوات ترقب ونظر لمصر، الناس بس ما بتاخدش بالها. احنا لو كنا بالامور الطبيعيه وما فيش قياده عندها فيجن كبيره ونظره وجراه وشجاعه بيقتحم ويحل كل المشكلات، انت فعلا كان زماننا النهارده لسه بنتكلم الحمد لله بلدنا استقرت، نبدا نشوف بقى الاستثمار، ما بنتكلمش عن غلا، ما بنتكلمش عن توفر سلع، لا لا لا، ده كان هيبقى رفاهيه. وهنعيش وعندنا شعوب حوالينا يا جماعه، بس نقارن، في شعوب في دول كانت اغنى مننا بكتير طبعا، ودول كانت نفطيه وشعوبها ما كانتش عندها ازمات اقتصاديه خالص، لما دخلت في عدم الاستقرار مش قادره ترجع، مش قادره ترجع دوله، بيتمنوا يرجعوا دوله ويبقى عندهم اسعار غاليه. فاحنا عندنا مكتسبات ضخمه في التسع سنوات، دوله مستقره، مؤسسات قويه، وضيف على ذلك اطلع بالجوجل هات القمر الصناعي وشوف مصر 2013 2023، في دولة جديدة اتبنت من أول وجديد. يعني بص على مستوى العمران، عايز أشكرك الأول دكتور سمير، الوقت ده جري وأنا بكره الوقت برغم أن أنا فعلا تعبان، بس أنا فعلا مستمتع بهذا اللقاء. أنا عارف طبعا أن يعني مقل ده كمان عاوز روح غلبان زي حالتي، احنا صاحي من صباحية ربنا. دكتور سمير نورتني وشرفتني وأسعدتني وأفدتنا جميعا، أنا سعيد يعني جدا بتواجدي بهذا الكلام معك. كل الشكر ليك أحمد مقل صديقي وزميلي العزيز، نورت وشرفت وأنستونا زي ما بيتقال. يمكن حتى لو احنا زودت جملة صغيرة على كلام حضراتكم، أنا أتذكر 2014-2015 أجريت حوار قصير جدا 11 دقيقة مع هنري كاسنجر، يعني ده تعلب السياسة اللي في الدنيا طبعا. فقلت له بالضبط كده، والحوار ده كان على أون تي في يعني، فقلت له كيف ترى الرئيس السيسي؟ قال لي منقذ مصر من على شفير الهاوية. شكرا. بس ده كان بعد كده استرسل في الكلام يعني، لكن انا بس بقول لك انه وهو من هو يعني اقوى وازكى عقل سياسي موجود على سطح الكره الارضيه الان. صح. راجل عنده حوالي دلوقتي عنده 99 سنه ولسه بيكتب مقالات وبيالف ويبني بارائه وكتبه وتمام يعني. ف وما اظنش هنري كاسنجر صاحبنا يعني، هنري كاسنجر ده كان مدبسنا في حاجات زمان يعني، مش ده موضوعنا. خلصت الحلقه لحد كده، وانا قلت له كده بالمناسبه على فكره، وعشان كده وافق اجري مع الحوار. قال لي ليه؟ قلت له علشان كذا 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 كذا. المهم يعني خلصت الحلقه لحد كده، وكل الشكر ليكم، وثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامج رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر ان شاء الله ان شاء الله انام كويس واجي لكم بكره في تمام التاسعه. سلامات.